من جديد برحب بك يا كابتن هيثم وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا ببارك لك وببارك لكل جماهير النادي الاهلي. ويمكن معي في هذه اللحظات طبعا كابتن الفريق الكابيتانو كابتن سيف سمير. كابتن سيف، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وببارك لك مليون مبروك، الف مبروك طبعا النهارده فوز فريق النادي الاهلي ببطوله المرتبط للمره الرابعه على التوالي بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن مع مصر اوجاستي اكيد الثالثه على التوالي. الحمد لله النهارده يمكن الماتش خلص، الصغيرين خلصوا الماتش يعني بصراحه قبلنا. طبعا بطوله ممكن الناس تفتكر ان هي بطوله سهله، بس احنا لعبنا زمالك في دور الثمانيه، ولعبنا اتحاد في السيمي فاينل، لعبنا سموحه فرقه كبيره في الفاينل، فيمكن من اصعب البطولات اللي احنا لعبناها بقى في المرتبط بالذات، لان كان دور الثمانيه زمالك، دور السيمي فاينل اتحاد، فكان موضوع ستريسفول قوي يعني، بس الحمد لله يعني. يا كابتن، وطبعا يعني عايزه ابارك لك اكيد برضو على اداء فريق المرتبط، ما شاء الله شفنا اداء ولا اروع من جميع لاعبي النادي الاهلي الشباب طبعا في بطوله المرتبط، فطبعا تحب تقول لهم ايه؟ احب اشكرهم جدا، هم لعيبه ما شاء الله ما شاء الله، لعيبه كبيره كلهم يعني، فيهم مستقبل النادي الاهلي، يمكن فيهم ناس كتير جدا بتتمرن معانا، يمكن قبل ما يبدا المرتبط كان في ناس كتير في اول السنه بيتمرنوا معانا، بصراحه بشكرهم، وهم اللي عملوا ده الانجاز ده يعني الحمد لله. طبعا يا كابتن الانجاز ده بالاخص في بطوله الاتحاد السكندري او مباراه الاتحاد السكندري عفوا في الاسكندريه، برضو حبيت يا كابتن نطمن على حضرتك، طمنا برضو على الاصابه، امتى هتكون موجود اكيد مع الفريق في التدريبات الجماعيه، وهنشوفك امتى طبعا في المباريات؟ انا ان شاء الله خلاص يعني، انا بقى لي 3 اسابيع اهوت، وان شاء الله اسبوعين كمان ان شاء الله قبل اول ماتش يعني، قبل في توقف دولي بتاع المنتخب، فانا هنزل وهم في المنتخب بس، فان شاء الله من اول ماتش الجاي باذن الله. باذن الله. سليم، تقول ايه لبابا؟ تقول ايه؟ تقول له مبروك؟ تقول مبروك؟ مش انت اهلاوي؟ تلعب اهلي في الاهلي؟ باسكت؟ ماشي، قول له مبروك. ميرسي جدا طبعا يا كابتن، شكرا لحضرتك. شكرا يا سيدي قوي، شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع الكابتن سيف سمير طبعا كابتن الفريق، والان العوده مره اخرى للاستوديو.